إنه الحدث الأهم في عالم القصيد ومطر المعاني. إن كنت من عشاق الشعر فهذه هي اللحظة التي تنتظرها، فرسان المعاني، منافسة إبداعية تلفزيونية تحتفي بموروثنا الثقافي. إذا كنت تتقن الشعر الموزون أو الشعبي أو النبطي أو الحر، انضم إلى نخبة من الشعراء في أضخم منافسة شعرية عراقية. ثلاثة حكام، تحديات في بحور الشعر، والفائز يكتب اسمه بين أساطير الشعر ويتوج بلقب فارس المعاني. هل لديك الشجاعة لتكون واحداً من الفرسان؟ سجل الآن من خلال الرابط التالي أو امسح الكيو آر كود الذي أمامكم. فرسان المعاني، هنا يصنع الشعراء وتروى القصائد.